حيول اجل مغمرات يا حي. التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام مع شوطنا الثامن على التوالي. صبا مع المركز الاول هنا تحمل شعار بن صرود مع عبيد بن خليفه بن عبيد الاخيلي يقدم لنا صبا، بينما المركز الثاني غزر وعبيد بن خليفه بن عبيد الاخيلي يقدم لنا ايضا هنا غزر، بينما الوصول ايضا مع حشمه وعبيد علي بن عبيد بن سالم الاخيلي. يا سلام مع الثلاث المراكز، حاكم الغبضه هناك شعار التحديات مع المركز الاول والثاني والثالث، بينما رابع المراكز ايضا جواهر وسلطان بن علي بن ناصر السناني ايضا ينطلق مع رابع المراكز، خامس المراكز وصل الدهمه ومبارك من جمعه مغير الاخيلي، بينما الوصول ايضا والقدوم في هذه اللحظات وصل الدمعه عبيد بن خليفه بن عبيد الاخيلي. يا سلام الله، شوف التحديات الرائعه والانطلاقات، وارى ابو سالم ايضا واصل، يلا يا راعي الاصايل، يلا يا احمد يا بن سالم يا الاخيلي. يا سلام الله، عودتنا الى الصداره الاولى، عودتنا الى المقدمه. صبا مع المركز الاول، صبا مع الصداره والمقدمه، ما شاء الله 1200 1200. يا سلام يا على هذه التحديات المتميزه مع راعي التحديات بالفعل. يا سلام المركز الثاني هناك من الجانب الاخر جواهر وسلطان بن علي بن ناصر السناني ايضا ينطلق، ولكن وصلت حشمه، حشمه يا حشمه، هناك علي بن عبيد بن سالم الاخيلي، والوصول ايضا والقدوم مع دهمه مبارك من جمعه مغيب الاخيلي. ما شاء الله الكيلو والمتر الاخير، الكيلو الخطير. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لمن التحديات، لمن الانطلاقات المتميزة. يا سلام، شوف شوف العرض الرائع والجميل، حرك اللي بتحرك، روح هناك، روح مع البداية الأولى دهمة بالفعل، هناك من تنطلق مع الصدارة، تنطلق مع البداية الأولى، ما شاء الله مع ممثل أبو سمرة الدايم، من ينطلق مع المركز الأول، ينطلق مع البداية الأولى، حامل الأمال وحامل لهذا الشعار المتميز شعار بن مغير هنا، من ينطلق مع البداية الصدارة. المركز الثاني هناك جواهر وسلطان بن علي بن ناصر السناني مع المركز الثاني، ولكن بن مغير روح يا ابو احمد، روح حرك شوي وخلك هناك مع الصدارة والمقدمة. يا سلام هناك مع البداية، ولكن المركز الثاني وصول مع المركز الثاني. يا سلام لمن الانتصار، لمن التحدي الرائع والجميل. يا سلام دهمة بالفعل طارت مع المركز الأول بدون أي أوامر ولا تعليمات، والعصا مدفونة في الأبطان، ما شاء الله يا دهمة، دهمة بالفعل انطلقت هنا مع البداية ومع مبارك بن جمعة مغير الأخيلي هنا مع 200 متر النهائية. تهانينا نهني إلى أبناء أبو سمرة وإلى ممثل أبو سمرة
السمرة سلام أبو أحمد سلام، سلامي على هذا الحضور الرائع والجميل هنا لحظات الوصول مع دهمة بالفعل بدون أي أوامر ولا تعليمات. تهانينا على هذا العرض المتميز. في المركز الثاني أيضا وصول جواهر سلطان بن عبد الناصر بن علي السناني. المركز الثالث هناك وصول مع دمعة وعبيد من خليفة عبيد الأخيلي، تهانينا ألف مبروك. بين خامس المراكز هناك تحمل حشمة علي بن عبيد بن سالم الخيلي ووصول أيضا تحمل الرقم 13.